حر قلباه من كثرة ذنوبي، غرقت في وحل المعصية، رباه كيف أصل إليك لتغسل خطيئتي وترفع درجتي؟ وجهتها ستسلق الجبال لأصل إلى أعلى جبل وهناك سأكون قريبا منك. وديت لو طيت لي الأرض والجبال طيا لأتصل بك. آه إن لقد وصلت أخيرا يا رب، لكن هناك جبال أعلى، كيف سأصل إليها؟ رباه ماذا أصنع؟ كيف أتوب؟ واف حتاه، إنه يناديني، كيف غفلت من صوت الوحي؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إنه الاتصال الحقيقي.